كل أخاطب كل مبتلى، أخاطب كل مبتلى أيا كان نوع ابتلائه، لا يقدر على رفع بلواك إلا الله. متى تحرر عندك في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله، فاعتبر أن البلوى رفعت. الحمد لله. إذا تحقق في قلبك أنه لا يرفع البلوى إلا الله يقينا، فاعتبر أن البلوى رفعت. فإن وافاك الأجل، رحمنا الله وإياكم أحياء وأموات، قبل أن ترفع، فاعلم أن الله جل وعلا لن يضيعك، وسترى أثر صبرك في حياة البرزخ وفي حياة الآخرة. لكن ثق تماما أن الله جل وعلا قادر على أن يكشف الضر والبلوى. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. علمك أن الله على كل شيء قدير هو ما ابتلاك الله به، فإن وقر في قلبك وجرى على لسانك أن الله على كل شيء قدير، فلم يبقى عن رفع بلواك إلا لحظات. ملك الخبير لم يخل عمرك من نذير، اقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسيح. باللطف عاملك الخبير لم يخل عمرك من نذير، أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير. ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل، قد آن أن تسعى له لتفوز بالظل الظليل. ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل، قد آن أن تسعى له لتفوز بالظل الظليل. سيفيض قلبك بالسكون ولسوف تبتسم العيون، فكتاب ربي جنة يأوي إليها المتعبون، فكتاب ربي جنة يأوي إليها المتعبون.